جهود متواصلة بذلتها الدولة المصرية خلال عقد كامل لتطوير منظومة التعليم والارتقاء بمستوى القطاعات العلمية والبحثية. وخلال 10 سنوات زاد عدد الجامعات والمعاهد بنسب غير مسبوقة، كما تم التركيز على الخدمات العلمية ما أثر إيجابا على تصنيف الجامعات المصرية نتيجة لإيمان القيادة السياسية بأهمية العلم والتعليم في بناء الجمهورية الجديدة. طفرة كبرى غير مسبوقة شهدها التعليم الجامعي في مصر بمختلف مجالاته وقطاعاته العلمية والبحثية خلال السنوات العشر الماضية. التطور الكبير لم يكن وليد الصدفة، ولكن جاء بخطة محكمة في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قطعت منظومة التعليم العالي شوطاً كبيراً في مجال التطوير والتحديث بوجه عام، لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود. ففي السنوات العشر الماضية سجل عدد الجامعات في مصر زيادة تجاوزت 122% لتصل إلى 109 جامعات حكومية وأهلية وخاصة تكنولوجية، مقارنة ب 49 جامعة في 2014. كما شهدت المستشفيات الجامعية زيادة في عددها ليصبح 125 مستشفى بدلا من 88 مستشفى عام 2014، بزيادة قدرها 37 مستشفى، لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر. أما فيما يتعلق بالمخصصات المالية فبلغ إجمالي موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2023-2024 نحو 99 مليار و638 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى 75.1 مليار جنيه عن ميزانية عام 2014 التي بلغت 24.5 مليار جنيه، وهو ما يؤكد ويعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام. ولعل هذا الاهتمام والتطوير قد انعكس على ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية التي شهدت تقدما كبيرا، فقد تواجدت 15 جامعة في تصنيف كيو اس العالمي في عام 2024 بدلا من 5 جامعات في تصنيف عام 2017. وزاد عدد الجامعات في تصنيف كيو اس للدول العربية ليصبح 36 جامعة في تصنيف عام 2024 بدلا من 15 جامعة في تصنيف عام 2016. وشهد تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 طفرة في عدد الجامعات بعدما وصل إلى 38 جامعة بدلا من 3 جامعات في تصنيف عام 2019 وغيرها من التصنيفات الهامة. كما لعبت الجامعات المصرية دورا هاما في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مثل دورها في المشروع القومي لمحو الأمية والذي نال إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وساهم في حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة في مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اتخذت الدولة خطوات جادة وسريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، ومنها إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية وبرنامج تدريب تخصصي لرفع المهارات للطلاب والخريجين للانتقال إلى سوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العلمية للربط بسوق العمل. هي إذن جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، أحدثت نمواً وتطوراً واضحاً سواء في زيادة وانتشار الجامعات والمؤسسات الجامعية أو ارتفاع جودتها بشكل غير مسبوق.